السلام عليكم. المهم انا كنشكر بزاف المدرب ديالي حيت هو اللي دعمني باش جيت لهذا الماراثون، وخاصه رحمه الله ماشي المسافه ديالي، وكنشكر بزاف عبدو حيت هو اللي كنت غادي نابوندوني، هو اللي زاد معايا، ويوسف خويا اسامه اجاب علي، وكنشكر بزاف الاستاذ ديالي هو هذا، وللاخ طلي صراحه الله هو اللي كيبقى معايا بزاف، كيبقى عليا دربي ديري فعلي صراحه الله، واخا كنت غادي نابوندوني هو اللي بقى عليا الصبره وهادي، وكنشكره بزاف. السلام عليكم، شكرا فاز تي في ا. فاليوم كنعيشوا واحد العصر رياضي هنا بمنطقه جنان الورد حي سيدي بوجيده، فبكل صراحه انا جيت سعيد بهذا الحضور ديالي في هذا السباق ديال 5 أو 6 كيلومتر اللي عشنا فيها اجواء رائعه اليوم بهذه المناسبه. شكرا للمنظمين اللي سهروا على هذا التنظيم اللي كان تنظيم محكم، تنظيم في المستوى مؤمن، باركور بكل صراحه في المستوى العالي، فكان حضور قوي، حضور بكل صراحة لا من الجماهير ولا من المشاركين، فكنتمنى التوفيق. فهي الرياضة، أنا دائما كنشجع على الرياضة، فهي الرياضة وقاية قبل العلاج، فالرياضة أخلاق عندها مبادئ اللي هي طيبة. بكل صراحة أنا هنا اليوم كنحس براسي أن فرحان بزاف، ومشيت بواحد بحكم شوية ديال كان العياء، لكن الحمد لله وصلت الباركور على خير وبخير، كان في المستوى العالي كما قلت لكم من قبل، فعشت اجواء رائعه، وكنتمنى كل المنظمين كل عام يديروا لنا بحال السباقات في جميع المناطق. وشكرا لفاس تي في اللي دائما كتواكب هاد الرياضيين وكتشجعنا، فمع الشكر لان القناه الواحده اللي دائما كتكون في الجانب ديالنا في جميع المجالات. وشكرا والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، من اجل فرحان المشاركه ديالنا في هذا السباق ديال سيدي بوجيده لهاد الدوره الاولى ديالو. الحمد لله السباق كان دايز مزيان، والمطاف جيد والتنظيم جيد، وكنبغي نشكروا المنظمين اللي انضموا لهذا السباق هذا، وهذه بادره طيبه، ونتمنوا مره اخرى يبقاو ينضموا سباقات بحال هكايا. والحمد لله بالنسبه ليا لعبت كرونو احسن توقيت هنايا ان شاء الله الحمد لله، وشكرا للجميع. السلام عليكم، جيد سعيد بهذا العرس الرياضي في وسط مدينه فاس. تنظيم الحمد لله كان جيد محكم، الجو رائع، مسافة 5 كيلومتر داز في احسن الظروف، والحمد لله شكرا للجميع وشكرا للمنظمين. السلام عليكم، كما العاده نادي الخبط الرياضي فاس كيحضر وكيشارك بشكل متميز في هذا النشاط الرياضي اللي تدار في سيدي بوجيده، وكما العاده النادي ديالنا كيدعم مجموعه ديال الانشطه الرياضيه على مستوى المدينه باش نشاركوا حتى حنا من الموقع ديالنا في النهضه الرياضيه ديال المدينه، وشكرا. مع العلم ان الناس ديال المشاركين ديال المخبط الدائم استطاعوا انهم يحتلوا مجموعه ديال المراتب المتقدمه، وهذا كيمثل لنا شي حاجه متميزه خاصه في المدينه ديالنا، وشكرا. هيثم طاري من مخبط الدائم فاس. هنا كانت اجواء زوينه في السباق ديال 5 كيلومتر فاس، اجواء جد زوينه، استمتعنا. نجيم القاضي عن نادي نخبه العدائين من فاس. فالسباق داز في المستوى، وللذكر فانا هذا السباق اول دوره ديالي كنت فزت بها انا، وكنسترجع الذكريات اليوم. فنادي نخبه العدائين اليوم حاضره بكل قوه في جميع السباقات المغربيه، فشكرا اللي حضروا اليوم، والغائبين نتمنى لهم الحضور في السباقات الجايه ان شاء الله. فبهذه المناسبه كنبغي نشكر كل من قريب وبعيد اللي ساند في نجاح هذه التظاهره الرياضيه، وشكرا للاخ يزيد حاضر هو معنا، والجميع العدائي القدماء اللي كينساويون سيدي بوجيده والنواحي ديالها، تحيه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم ابراهيم العشي، فريق براق سيدي حرازم. كنبغي نشكر جميع الاطر المنظمه لهذا السباق 5000 متر. كنبغي نوجه كلمه لجميع المنظمين، كنشكرهم شكر جزيل جدا على هذا السباق. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر اللجنه المنظمه على السباق 5 كيلومتر، كان سباق ممتاز، كان فيه اعداء ممتازين، وكنفكر نطور المستوى ديالي ان شاء الله السباق الجاي. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم محمد الشعب من فريق براق سيدي حرازم. كنشكر اللجنه المنظمه على تنظيمات السباق 5 كيلومتر، صراحه كان مطاف جيد، وسباق كان في المتناول الجميع، وشكرا للجنة المنظمة. وما تنساوش ديروا ابوني لقناة فاس تي في ا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.